بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وزارة الصحة بغزة تعلن مقتل وإصابة 400 مدنيين بقصف إسرائيلي على مخيم جباليا، والجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 9 من جنوده في هجوم صاروخي مضاد للدبابات في غزة. قوات الأسد تستهدف بالمدفعية الثقيلة أطراف مدينة دارة عزة غرب حلب. شركة AK Energy للطاقة الكهربائية تنوه إلى قطع التيار الكهربائي اليوم عن مدينة عزاز من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 6 مساءً بسبب عمليات الصيانة. الدفاع المدني السوري يعلن إخماده حريقاً حراجياً اندلع في منطقة خربة الجوز غرب إدلب التهم قرابة 20 دنماً. ارتفاع عدد الوفيات بمرض الكوليرا في شمال غربي سوريا إلى 25 حالة وفاة والإصابات إلى 1111 إصابة منذ انتشار المرض. انفجار عبوة ناسفة بسيارة إطعام تابعة لفرع أمن الدولة شرق بلدة نمر بريف درعا دون وقوع إصابات وفق صفحات محلية.